لم يعد التقسيم التقليدي للأدوار داخل الأسرة سائداً في العديد من المجتمعات العربية، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة والاضطرابات السياسية التي تعيشها أغلب البلدان العربية، إذ أصبح من السائد أن تتقلد النساء أدوار الرجال ويتحملن أعباء مضاعفة في سبيل إعالة أسرهن وتوفير متطلبات أبنائهن. ويعرف الباحثون في علم الاجتماع المعيلات بأنهن النساء اللائي يتولين الإنفاق على أنفسهن ويتحملن مسؤولية الرعاية المادية والمعنوية لأسرهن من دون الاستناد إلى وجود الرجل، سواء كان زوج أو أخ أو حتى أب. كما أن المرأة المعيلة قد تكون في الغالب أرملة أو مطلقة أو زوجة مريض أو عاجز، سواء عجز كلي أو جزئي أو زوجة سجين أو رجل متواكل ومستقيل تماماً من مهامه وواجباته العائلية، وبالتالي تكون المرأة المصدر الوحيد لدخل الأسرة. كما إن ظاهرة المرأة المعيلة ليست بالجديدة على المجتمعات الإنسانية، فقد خبر الوجود البشري حالات كثيرة من بقاء المرأة بمفردها وإدارتها لعائلتها ولنفسها، لكننا اليوم نشهد اتساع هذه الظاهرة نظراً لاتساع خارطة الفقر والفاقة وانتشار الحروب والأزمات الاجتماعية والاقتصادية الدورية في المجتمع العربي، مما جعل المعنيين بشؤون المرأة يشيرون إلى أزمة جديدة تعصف بهذه المجتمعات، نظراً لما لها من أثار سلبية على المرأة والأسرة والمجتمع برمته، وما تخلفه هذه الوضعية من آثار على نفسية المرأة، لا سيما وإنها أكثر العناصر الاجتماعية المعرضة للأذى. وهذا من شأنه أن يجعل الآثار السلبية لهذه الظاهرة تصيب الكيان النفسي والبناء الذاتي للمرأة، كما تنعكس على المجتمع بأسره. وعلى الرغم من أن عمل النساء المعيلات يشكل عاملاً حاسماً في بقاء الملايين من الأسر الفقيرة على قيد الحياة، فإنهن يواجهن عقبات جمة في سبيل الحصول على وظائف، وغالباً ما يدفعهن ذلك إلى العمل في مجالات هشة وغير مرئية، فلا يتوفر لهن بالتالي الحد الأدنى من الحقوق القانونية. وتتميز أغلب الأعمال التي تقوم بها النساء المعيلات بأنها مستهلكة للوقت وشاقة وضئيلة الأجر، مما يحد من قدرتهن على تعلم المهارات التي قد تساعدهن على تحسين وضعياتهن الاجتماعية، وهذا الأمر يؤدي إلى إدامة دورة المعاناة والفقر في صفوفهن.